نبدا معاكم جولتنا الرياضيه مع فريق النادي الاهلي اللي حصل على بطوله السوبر المحلي بعد فوزه امبارح على الزمالك بنتيجه 2-0 في المباراه اللي اتلعبت على استاد هزاع بن زايد بمدينه العين الاماراتيه. سجل ثنائيه الاهلي اللاعب البرازيلي المحترف في صفوفه النادي الاهلي سافيو واللاعب كريم فؤاد. وبعد انتهاء المباراة البرازيلي برونو سافيو لاعب فريق النادي الأهلي قال إنه سعيد بتحقيق أول ألقابه مع الفريق بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-0. وقال برونو الأهلي كمان بيمتلك قاعدة جماهيرية وسجل بطولات كتير جدا، والتتويج بأول ألقابي مع الفريق شيء بيسعدني جدا، وإن الهدف اللي سجلته في الزمالك هيعتبر واحد من أهم أهدافي مع فريق النادي الأهلي. ومن ناحية تانية مارشل كولر المدير الفني للفريق النادي الأهلي قال إن تتويج الأهلي بلقب السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بيعتبر مكافأة للعيبة بعد المجهود الكبير اللي بذلوه طوال الفترة اللي فاتت. وقال كمان اشتغلنا بقوة من بداية ما توليت المسؤولية، وده علشان نحقق طموحات الجماهير، وعلشان كده حققنا بطولة السوبر المصري، وده إحساس وشعور رائع بالنسبة لي إني أحقق بطولة مع بداية أو في بداية مسيرتي مع الأهلي. رباعي مصر البارالمبيين حصدوا ذهبية وثلاث فضيات في منافسة وزن 80 كيلوغرام ببطولة إفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبي اللي بتستضيفها مصر على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر، وده في منافسات الكبار. وكمان حصد بطلنا البارالمبي المخضرم متولي مطحنة الميدالية الفضية ومحمد علي شكر الميدالية الفضية. وفي الناشئين تم تتويج إسلام مونجي لاعب منتخبنا الوطني بذهبية الناشئين وفضية المجموع، وحسام الجعفري حصل على الميدالية الفضية والبرونزية، وإيناس الجبالي حصدت أربع برونزيات في وزن 41 سيدات. منتخب مصر للكرة الشاطئية خسر من نظيره السنغالي بضربات الترجيح في نهائي بطولة إفريقيا للكرة الشاطئية اللي بتتلعب في موزمبيق بنتيجة 5-6. بيب جوارديولا أو الحساب الرسمي لفريق ليفربول نشر تغريدة أشاد باللي قدمه النجم المصري محمد صلاح في مباراة أياكس الأخيرة اللي خلصت بفوز الريدز بنتيجة 3-0. وكتب الحساب الرسمي لليفر على موقع تويتر درس في الرؤية والتمرير من الملك محمد صلاح وإنهاء حاسم من جوهرة الريدز هارفي إليوت. بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي اتكلم عن حالة مهاجمه أيرلينج هالاند وعن إمكانية مشاركته قدام ليستر سيتي في كمان ده في مباراة اللي هتتلعب النهاردة ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي، وقال إن حالته هتتحسن أكتر وهيتدرب معانا وهنقيم حالته قبل المباراة، وفي حالة عدم مشاركة هالاند فإن الخيار الأول لمركز المهاجم هو جوليان ألفا رايز. ظهر النجم البرازيلي المخضرم داني ألفيس لاعب فريق بوماس أونام المكسيكي في تدريبات ريديف فريقه السابق، وده ببرشلونة الإسباني استعدادا لانضمامه إلى منتخب البرازيل للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر. وأكد الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع تويتر إن داني ألفيس يعود لبرشلونة، الظهير الأيمن بيتدرب مع الفريق الرديف في المدينة الرياضية استعدادا لانضمامه إلى منتخب البرازيل للمشاركة في كأس العالم. وفي الدوري الإسباني تعادل فريق إسبانيول مع ريال مايوركا بنتيجة 1-1 في المباراة اللي اتلعبت امبارح ضمن منافسات المرحلة الـ12 من الدوري الإسباني، وبكده رفع إسبانيول رصيده الـ11 نقطة في المركز الـ13 بفارق نقطتين بعد مايوركا صاحب المركز الـ12. وفاز فريق فيردر بريمن على هيرتا برلين بنتيجة 1-0 خلال المباراة اللي جمعتهم امبارح في الجولة الـ12 من الدوري الألماني بوندسليغا، وبالنتيجة دي رفع فيردر بريمن رصيده لـ 18 نقطة في المركز السادس، ووقف رصيد هيرتا برلين عند 11 نقطة في المركز الـ13.
وبكده انتهت جولتنا الرياضية، وهرجع مرة تانية جمانة وبسنت علشان نكمل معكم فقرات صباح خير يا مصر. شكرا لك يا دينا.